أهلا بيكم في قناة تشكيلة، معاكم علي عبد العزيز. من زمن بعيد جدا كان في ملك ظالم وكان مربي كلاب وحشية وطباع، فكان أي حد يقصى أمره أو يغلط غلط بسيط يميل الكلاب والطباع دي ياكلوه حي. وفي يوم من الأيام وزير من وزراءه أخطأ خطأ بسيط، فأمر الملك برمي الوزير للكلاب حي. ولكن الوزير طلب من الملك قبل ما يرمي الكلاب حي يديله 10 أيام مهلة، وقال له ماليش طلبات تانية. وبالفعل وافق الملك، فراح الوزير لحارس الكلاب وطلب منه يخدم الكلاب 10 أيام، وفعلا قعد مع الكلاب 10 أيام يخدمهم ويرعيهم، فكان بيقدم ليهم الأكل والشراب وكل حاجة هم عايزينها. ولما جه اليوم العاشر أمر الملك برمي الوزير للكلاب، ولكن الكلاب محدش أذاه، فاستغرب الملك وسأله عن السبب، فرد الوزير وقال له خدمت الكلاب 10 أيام ونسيوش فضلي، وخدمتك 10 سنين وأمرت بقتلي. وده يا جماعة طبع البشر، فلو عملت خطأ ينسوا ليك كل المعروف اللي انت قدمته ليهم. ولحد هنا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، اللينك في أول تعليق.